هنتكلم في الباب الحالي عن الكابلينجز، ودي نوع من انواع الوصلات اللي بتستخدم في توصيل الاجزاء الميكانيكيه، وخصوصا بتستخدم في توصيل الاعمده. زي ما احنا عارفين ان توصيل الاجزاء الميكانيكيه بيستخدم له طرق كتيره، فمثلا يمكن ان احنا نوصل الاجزاء عن طريق اللحام، ساعات كمان عن طريق اللصق. اللحام طبعا بطرقه المختلفه، سواء لحام كهرباء او لحام غازي او لحام سيراميك او لحام نقطه. وممكن نوصل كمان الاجزاء الميكانيكيه عن طريق المسامير، ممكن عن طريق البرشام. يعني اذا في طرق كتيره، من ضمن طرق توصيل الاجزاء هي استخدام الكابلينجز، ودي بتستخدم في توصيل الاعمده، يعني خصوصا الاعمده. والكابلينجز بيبقى ليها ميزه ان انا ممكن افصلها واوصلها، يعني افصلها عن الجزء عن الاعمده اللي انا عايز اوصل، يعني بركبها اوصلها في عمودين عشان يتركبوا يوصلوا مع بعض، او ممكن في اي لحظه ان انا افصل العمودين دول تاني عن طريق ان انا ارفع الكابلينج من الوسط بينهم. خصوصا ان احنا الاعمده اللي احنا بنتعرض لها في السوق بتبقى تطلع من المصانع الانتاج بتاعتها في اطوال ما بتزيدش عن 7 متر، وده بيرجع لاسباب عشان التخزين وعشان عمليات الايه النقل. وبالتالي فاحنا برضو بنستخدم الكابلينج لما نكون احنا عايزين عمود في استخدام ما اطول من الاعمده اللي هي بتبقى متوفره في السوق، اللي احنا زي ما قلنا بتبقى طولها في حدود 7 متر. وبالتالي احنا ممكن نلخص استخدام او الاغراض اللي بنستخدم فيها الكابلينج في النقاط التاليه. اول حاجه عشان نوصل الاعمده بالاطوال اللي هي ليها اطوال ستاندر معينه، يعني عشان اوصل لاعمده اطول من الاطوال الستاندر، يعني هو connect the shafts with the standardized units which are manufactured separate such as electric motors, generators and clutches. يعني كمان انا ممكن استخدمها في ان انا اوصل الاعمده مع الاجزاء الستاندرد زي مثلا المواتير او الجنريتورز او الكلاتشز. تاني حاجه استخدام الكابلنج كمان بتاعه. تالت حاجه reduce or prevent the transmission of shock loads from one shaft to the other or the another connected parts. يعني ازاي؟ في بعض الاحيان بيكون عندي مكنه، وعندي المكنه دي فيها توصل بعمود، والمكنه دي ممكن يحصل فيها اهتزازيه، يحصل فيها تشوكس، يعني مثلا زي الكسرات او عصارات القصب. دي بيحصل فيها امباكت لودز، فبتعمل تشوكس عاليه. وبالتالي لو انا موصل هذه الماكينات على المواتير بتاعه الكهربيه اللي بتشغلها مباشره، فالتشوكس دي هتروح على المكن، على المواتير الكهرباء، وبالتالي المواتير الكهرباء دي هيبتدي، احنا عارفين موتور الكهرباء عباره عن روتور اللي هو الجزء الدوار وعليهم بعض المخدات، وفي مخدات تانية موجوده في الاستيتور اللي هو في الجسم الخارجي بتاع الموتور، وبين الاثنين دول بين الروتور اللي بيلف والاستيتور في جاب او مسافه اللي فيها الهواء، احنا بنسميها الجاب سيكنس او الاير جاب سيكنس او الاير جاب. الاير جاب دي هي لو حصل التشوكس اللي ممكن تحصل من المكنه وترد على المواتير دي، ممكن تغير في الجاب دي، وتغيير الجاب دي بيقلل لي من الميكانيكال باور اللي بتطلع من الالكتريك موتورز. وبالتالي فاستخدام الكابلنجز دي، انواع معينه من الكابلنج اللي احنا بنسميها الفليكسبل كابلنجز، ممكن تساعد لي في ان انا امنع حدوث مثل وصول مثل هذه التشوكس الى الى المواتير كمثال. يعني كمان الكابلنج ممكن تستخدم عشان تعمل عمليه بريفنت، يعني تمنع اوفرلود اللي بيحصل. يعني انا ممكن اعمل كابلنج مصمم انه ينقل تورك معين، بشرط لو التورك ده زاد عن حد معين ممكن التورك ده
الكابلنج ده اللي احنا بنسميه السيفتي كابلنج، بيبتدي يحصل فيه ايه؟ ما ينقل توصيل الحركه، يعني هو بيفضل موصل الحركه طالما التورك اللي منقول بين الجزئين الدرايفر والدريفن في حدود معينه. لو عدى هذه الحدود الحمل، لو الحمل زاد، فطبعا ممكن يكون الحمل ده زاد عند المكنه نتيجه لاي سبب من الاسباب، الموتور مش هيقدر يقوم بيها، فبيروح الكلاتش دون اسف او السيفتي كابلنج دون بيروح فاصل اوتوماتيك، فبيمنع لي التشوك ان هي توصل، اسف يمنع لي الاوفرلود انه يوصل للايه للمكنه بتاعت الباور اللي هو الباور يونت بتاعتي، وبالتالي بعمل حمايه ايه ليها. لان لو الاوفرلود ده فضل مستمر على الموتور، افترض الاوفرلود ده هو محتاج تورك معين عند السرعه اللي بيلفها هتديني باور ولتكن 10 حصان مثلا، في حين الموتور بتاعي 5 حصان او 6 حصان، ففي هذه الحاله الموتور بتاعي بعد فتره وجيزه هيبتدي يحصل له ايه؟ هيتحرق. فعشان كده وجود الكابلنج ده هيروح، اول ما التورك يعلى عن التورك اللي يديني مع السرعه قدره اكبر من 5 حصان اللي احنا بنسميها النومينال باور بتاعت الموتور، اللي هي القدره الاسميه للموتور، اللي هي القدره اللي هي الماكسيمم باور اللي ممكن الموتور يطلعها، فبيروح الكلاتش ده فاصل، فما بتوصليش الحركه بيفصل الحركه بين الموتور وبين الحمل، وبتربي برضه حمايه للايه للمكنه بتاعتي. الكابلنج لابد ان هو يوفر، يكون فيه بعض الريكويرمنتس او بعض المتطلبات لابد تكون متوفره فيه. اول حاجه يكون سهل في عمليه الكونكشن والديسكونكشن، يبقى سهل ان انا اركبه او ان انا افك تركيبه، افكه من الاجزاء بتاعتي. واحنا ليه بنضطر نحتاج نفك اذا حصل لعيب في الاجزاء الميكانيكيه بتاعتي اللي هو بيوصلها. العمود ده متركب عليه تروس، والعمود الثاني مثلا عمود موتور، والعمود الاولاني عمود موتور، والثاني عمود متركب عليه مجموعه تروس او طنابير بوليز، وحصل ان في ترس اتكسر او ما شابه او خابور اتكسر، فانا في هذه الحاله بقى محتاج ان انا اغير هذا الايه الترس او الخابور او الجزء اللي حصل فيه فيلير دون. ففي هذه الحاله يبقى لازم انا افك الكابلنج، اذا لازم يكون في سهل في عمليه الايه الفك والتركيب. الحاجه الثانيه ان هو لابد ان الكابلنج ده كمان يحفظ لي عمليه الالاينمنت بين الجزئين اللي هو بيوصلهم، لان لو ما حققش دي بتبقى مشكله كبيره، وبتبقى مشكله تخلي السيستم بتاعي بيشتغل في حاله تعتبر عدم اتزان او امبالانس، فدي بتخلي اللايف بتاعته او السيرفيس لايف بتاعته بتقل بدرجه كبيره. فالكابلنج برضو من ضمن اشتراطاته الاساسيه اللي هو لازم توفر فيه اللي هو عمليه ان هو ايه يضمن لي الالاينمنت بتاع الروتيتنج ايه بارتس. الحاجه الثالثه ترانسميت ذا فول باور اوف ذا شافتس سيفلي، لازم ان هو هذا الكابلنج اللي هستخدمه ده لازم يكون ايه اختاره بشكل ان هو يحقق لي المبدا الاساسي بتاع ان هو ينقل لي باور معينه، لان طبعا احنا عارفين ان الباور دي هتحدد لي شكل الكابلنج اللي هستخدمه، بمعنى هتحدد لي ابعاده ايه، المسامير بتاعته اقطرها ايه وهكذا، وبالتالي لازم الكابلنج بتاع اللي اختاره لازم يحقق لي هذا الشرط اللي هو عمليه السيفتي في نقل الايه الفول باور اللي انا ايه عايز انقلها عن طريقه. انواع الكابلنجز، الكابلنجز عندنا فيها انواع كتيره، ممكن نقسمها الى الانواع الرئيسيه التاليه. اول حاجه الريجيد كابلنج اللي هو الكابلنج الجاسئ او الثابت، وده بيستخدم عشان ايه تو كونكت تو شافتس ويتش ار بيرفكتلي الايند، يعني هو بيستخدم عشان يوصل لي شافتين تو شافتس، وتو شافتس دول في عمليه في الاينمنت بينهم، يعني الاثنين على نفس المحاور بتاعتهم ايه منطبقه مع بعض او على خط واحد. وده بيكون منه اشكال مختلفه، في حاجه اسمها السليف او الموف كابلنج، ده اول نوع. والنوع الثاني اسمه كلامب او السبليت موف كابلنج، ده النوع الثاني. والنوع الثالث هو الفلانج كابلنج اللي هو الكبالن ذات الايه ذات الفلانشات او ذات الايه الاقراص. دي الثلاث انواع الرئيسيه في حاله ريجيد كابلنج. في نوع ثاني من الكابلنجز اسمه الفليكسيبل كابلنج، والفليكسيبل كابلنج ده
عشان يوصل لي شافتس في بينهم ميس الاينمنت. فالفليكسبل كومنج داون بيقدر ان هو ياخد لي الميس الاينمنت ده ويلغيها لي. ميس الاينمنت انا اقصد ميس الاينمنت بين التو اكسيز بتوع العمودين اللي انا هوصلهم، يعني الاثنين مش على نفس الخط. فاستخدام الفليكسبل كومنج ممكن ايه يحميني من هذه المشكله، وده عاده بيكون معمول من الرابر او من الجومي اللي هو الكاوتش. وفي منه انواع اللي هو بيسموه البوش بين تايب كابلنج والانفرسال كابلنج والاولد هام كابلنج. دي ثلاث انواع من انواع الكابلنجز اللي هي بتستخدم الفليكسبل ايه كابلنجز. هنتكلم الاول دلوقتي على السليف كابلنج، وده ابسط نوع من انواع الريجيد كابلنجز. احنا قلنا السليف كابلنج اللي هو الموف كابلنج ده نوع من انواع الريجيد ايه كابلنجز زي الفلانش كابلنج، يعني نوع من انواع، وعاده بيكون معمول من الكاست ايرن. وهو في الواقع بيتكون من جلبه دي فيها توب، جلبه مفرعه يعني فيها توب، والتوب ده فيه مشقبيه، المشقبيه بتركب فيها خابور، بشرط ان الجلبه دي بتبقى بطول معين وليكن طول كبير شويه، وليكن بنفترض مثلا طولها 15 سنتي. فبحط العمودين بشرط ان الطول 15 سنتي ده جزء من كل عمود بيخش جوه، بشرط يتقابلوا العمودين جوه السليف دهيا او البوش دهيا، وبيتحط خابور بين الجلبه وكل عمود من الاعمده دهيا. فده يساعد على نقل الحركه من عمود الى الاخر، وبالتالي بيبقى عندي عمود بنسميه درايفر، وبالتالي بيبقى ايه دريفن. يعني هو بيقول ايه it consists of a hollow bush with an inner diameter equal to the external diameter of the shaft. وبالتالي البوش دي هي القطر الداخلي بتاعها، الهول بتاعتها بيقول لها القطر الداخلي بتاعها يساوي القطر بتاع الايه العمود الاعمده اللي انا عايز ايه اوصلها. وبنوصل بينهم بين الجلبه واي من الاعمده بواسطه اللي هو الجيب هيد سانكي، اللي هو نوع من انواع الخوابير اللي احنا درسناها وشفناها في دراسه الايه الخوابير. وده اللي بيستخدم عشان يعمل عمليه كونكشن بين بيعمل كونكشن بين البوش او السليف كابلنج دون وكلا العمودين اللي هو الانبوت او الدرايفر والدريفن. يعني دلوقتي لو انا بصيت دلوقتي ادي عندي عمودين اهم، العمودين هم على خط واحد، وكل واحد منهم فيه مشقبيه بتاعه الكيوي. ادي العمود الاول وادي العمود الثاني، بحط عليه ادي الجلبه اهي، الجلبه هنلاحظ طولها اهي نص تقريبا نصها جزء عمود دخل من ناحيه اليمين ناحيه الشمال في هذه الجلبه. ثم بعد ذلك بحط اللي هو الايه الاخضر ده اللي ظهر قدامي ده اللي هو الايه الجيب هيد سانكي، اللي هو الخابور اللي هو بيبقى ليه دماغ او هيد منه، بشرط ان ممكن عن طريق سنبك وشاكوش ممكن اخلعه او ادخله. ولاحظ ان الخابور ده هو بيخش عشان يربط لي العمودين مع بعض مع الايه الجلبه. وبالتالي الباور هنا بتتنقل من عمود للتاني عن طريق جزء من الخابور. الجزء الخابور ده هو الجزء المشترك بين كل عمود والجلبه. يعني لو شفت من واحد هو الدرايفر، فجزء من الخابور اللي هو يربط الشافت نمرة واحد مع الجلبة هو ده اللي بينقل لي الباور من الدرايفر للسليف، وبعدين السليف ده هي يعني عن طريق جزء اخر من اللي هو الجزء اللي على اليمين بقى دلوقتي من الخابور، هو ده اللي هينقل لي الحركة من السليف للايه؟ للشافت نمرة اتنين اللي هو الدريفن. الاحظ ان طول الخابور هو ال واحد اهو، وال واحد ده عادة بيكون اكبر من ال، وال دون ده الطول بتاع الجلبه، وده مجموع الطولين الاكتيف لينس بتاع الطولين بتوع اللي هما بتوع الخابور، اللي الطولين اللي هو كل طول منهم مع عمود من العمودين بشرط ان الايه الباور بتتنقل عن طريقهم. وبالتالي لو احنا اعتبرنا ان دي كابيتال دي الاوتر ديامتر اوف سليف، ودي الصغيره هي الشاف ديامتر، وال اللي هو اللينس اوف سليف
ونلاحظ ان اللينس اوف سليب ده هو اقل من ال واحد اللي هو اللينس بتاع ايه بتاع الكي، ولكن ده هو الاكتيف لينس. والتورك اللي هيتنقل بين الاثنين هو اللي هو التورك تو بي ترانسميت اللي هو هنسميه تي، وتاو اس ده الالول شير ستريس بتاع السليف تاو اس، وتاو كي الالول شير ستريس بتاع الكي، وسيجما دي ده الالول كراشنج ستريس بتاع الخبور او بتاع الكي. وبالتالي هبص الاقي ان دي اللي هو القطر الخارجي للسليف بيساوي 2 دي صغيره زائد 13 ملي، وحيث دي اللي هي قطر الايه العمود او الشفط الداخلي، وبالتالي بيساوي ضعف القطر الداخلي بالاضافه ل 13 ملي، والطول بتاعها بيبقى 3.5 القطر الداخلي. وبالتالي الاقي ان هنا دايما ابعاد السليف كابلنج دي بتتوقف على قطر العمود اللي انا ايه قطر العمود اللي انا او قطر اي من العمودين اللي انا ايه هوصل بينهم الايه الحركه. وبالتالي هيبقى التي اس اللي هو الشير ستريس بتاع السليف بتساوي تي في دي على 2 اللي هو ام تي في ار على اي بولر. الدي ام تي اللي هي التي، والار احنا عارفين دايما ان الشير ستريس بتساوي ام تي في ار على اي بولر. ام تي اللي هو التورك المنقول اللي هو التي، والار اللي هو الدي على 2 اللي هو القطر الخارجي بتاع السليف، والاي بولر اللي هي باي على 32 في دي اس 4 على دي اس 4، حيث دي كابيتال هي القطر الخارجي للسليف، ودي الصغير هي القطر الداخلي بتاع السليف اللي هو قطر الايه العمود. وبالتالي هيبقى تي بتساوي باي على 16 تي اس او تاو اس في دي اس 4 على دي اس 4 على دي الكبيره. طبعا احنا لو احنا اعتبرنا ان ك هي النسبه بين دي على دي، ودي طبعا بتبقى اقل من واحد، فالعلاقه بتاعتي اللي احنا بنسميها الديامتر ريشيو فيبقى تي يساوي باي على 16 تي اس دي في 1 ناقص ك اس 4. طبعا باي على 16 تي اس في دي اس 3 يمكن الظاهر هنا، لكن هي الدي كابيتال دي دي اس 3 في 1 ناقص كي اس 4. طبعا تصميم الخبور ده بيتم زي ما احنا درسناها في تصميم الكيز قبل كده، وعادة الكي بيصمم على انه جزئين زي ما احنا قلنا، جزء منهم جزء كي، يعني لو انا قلت الخبور بتاعي هيطلع طوله التوتال لينس بتاعه يبقى ال اللي هو طول اللي هو 3.5 دي اللي هو طول الجلبه، هلاحظ ان جزء منه هينقل كدرايفر هينقل بين العمود الدرايفر وبين البوش، وجزء تاني هيبقى في الدريفن هينقل بين البوش وبين الدريفن، لكن مجموع الاثنين مع بعض هو هيديني ايه طول الجلبه ايه بالكامل، او مجموع الاثنين على بعض لازم يكون طول الجلبه او اقل من طول الجلبه. وبالتالي ال تساوي ال على 2 تساوي 3.5 دي على 2، وبالتالي ال هنا يعني المقصود بال تساوي ال على 2، ال دي اللي هو الطول بتاع الخبور اللي هنقل الباور، هو يساوي ال على 2 اللي هو نص الجلبه يساوي 3.5 دي على 2 يساوي يعني تساوي 1.75 دي، ده الطول بتاع جزء من الخبور اللي هينقل لي الباور بين الدرايفر والجلبة او بين الجلبة والدريفن شافت. وبالتالي برضو لازم ناخد بالنا ان احنا ونحن بنصمم الكي بنصممه على اساس ان هو هيتحمل كراشنج وايه وشير زي ما قلنا الكلام ده في تصميم الايه الخوابير. باي كونسيدرنج شير ستريس هنبص نلاقي اهو مثلا بالنسبه للشير ستريس هنلاقي ان تي تساوي ال في الدبليو في تي اس في دي على 2، طبعا ال نون اللي هي ايه اللي احنا اللي هي 1.75 دي، ودبليو ده عرض الايه الدبليو ده عرض الايه الخبور. يعني تي تساوي ال في تي على 2 اذا كان اللي هو اذا كان العرض يساوي نص السكن الارتفاع في سيجما اس في دي على 2، ده الكراشنج ده الشير ستريس.
ده المعادله بتاعه الكراشنج وبتاعه الايه الشير ستريس. It must be noticed that the depth of keyway in each of two shafts should be the same as the diameter of the two shafts is similar. يعني ايه؟ يعني انا لما بستخدم السليف كابلنج دي عشان اربط عمودين، العمودين دول اقطارهم متساويه، اقطارهم متساويه، يبقى لازم الكي واي بتاعتها تبقى ليها نفس العمق في العمودين، لان الخابور واحد هيربط بين ايه؟ بين الاثنين. لو هذه الحاله ما قدرتش احققها، في هذه الحاله هبص الاقي ان ممكن استخدم خابورين، بشرط خابور يربط لي الدرايفر مع السليف، وخابور تاني يربط لي الدريفن مع السليف. وده ايه من النقاط المهمه اهو. To avoid this condition the key will be made of two parts. يبقى key في الحاله دي، طب انا مش هقدر احقق ان العمودين بتوعي لهم نفس القطر، او انا مش هقدر اعمل خابور واحد، فبعمل ايه؟ جزء خابورين، وكل خابور يربط لي، واحد يربط لي الدرايفر مع السليف، والتاني يربط لي السليف مع الدريفن شافت. هنشوف دلوقتي مثال عددي ازاي نصمم الموف كابلنج او اللي هو السليف كابلنج. ديزاين سليف كابلنج تو كونكت تو شافت ترانسميتنج 50 هورس باور عند 120 ار بي ام. البرميسبل شير ستريس والكراشنج ستريس فور ذا شافت اند كي ار 300 و 800 كيلو بوند على سنتيمتر سكوير. يعني وبالتالي الشير ستريس للشافت وكي من نفس الماتيريال، الشير ستريس بتاعهم 300 والكراشنج ستريس اللي هو الكومبريسيف ستريس 800 كيلو بوند على سنتيمتر سكوير. الماتيريال اوف ذا موف كاست اير. يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان الكي والشافت عندنا الخصائص بتاعتها، وبالنسبه للموف نفسها فهي من الكاست اير، البرموسيف ستريس بتاعها 150 كيلو بوند على سنتيمتر سكوير. Assume that the maximum transmitting torque is 25% greater than the mean torque. يعني هو هنحسب على اساس ان احنا نعمل ايه؟ ده معناه انه سيفتي فاكتور فيه ربع زياده، هنزود في التورك 25% ايه زياده. هنشوف الحل بتاع مثل هذه المساله هيتم ازاي. اول حاجه الداتا اللي عندي ايه؟ عندي في باور مديها لي اللي هي 50 حصان في سرعه 120 ار بي ام، في شير ستريس كراشنج ستريس 800 والشير ستريس ب الكراشنج ستريس ب 800 والشير ستريس ب 300 والماكسيمم تورك والشير ستريس بتاعت الكاست ايرن 150. احنا عندنا الباور بتساوي التورك في اوميجا، يبقى التورك تساوي الباور مقسومه على الاوميجا، يعني التورك بتساوي الباور مقسومه على 2 باي ان على 60، وبتساوي ايه؟ بي في 60 على 2 باي ان. وبالتالي هيبقى المين تورك بتاعي او التورك اللي هو المنقول هو 50 في اللي هي البي ب 50 في 4500 على 2 باي ان، والان بتاعتي بكام؟ ب 120. فهتديني التي مين ب 29800 كيلو بوند سنتي. ده المين تورك. وبالتالي طبعا انا حسبت المين تورك ليه؟ عشان احسب القطر بتاع الشافت ديامتر. انا عايز السليف، السليف عشان عشان اصممها ليها قطر داخلي وقطر خارجي. القطر الداخلي لو هو مديني الشافت، قطر الشافت هيبقى هو ده القطر الداخلي، وهحسب منها بعد كده ايه القطر الخارجي، واحسب الطول بتاعها. لكن هو هنا مش مديني قطر الشافت، عشان كده بحسب قطر الشافت من ايه؟ من الباور والاوميجا. وبالتالي هحسب الشافت ديامتر دي، فدي بتساوي جذر الثالث 16 تي على الباي في التاو في التاو بتاعت الشافت. مش تاو كاست اير، لا تاو شافت اللي هي كانت بكام؟ ب 300. يعني هنبص نلاقي ان هو ايه؟ هيبقى دي تكعيب ب 16 في التورك، والتورك ضربته في واحد 25%، لان هو قال لي هنا ان انا اصمم على اساس ان الماكسيمم تورك 25% زياده عن المين تورك مقسومه على الباي في التاو بتاعه الشافت.
طبعا هي مش تاو كاست اير، انا بقول لا هي التاو بتاعت الشافت اللي 300، فتديني الرقم اللي قدامنا ده، وبالتالي يديني ان الدي بتاعتي ب 8 58% ملم، ده قطر الايه الشافت دايمتر. هنشوف دلوقتي عايزين نصمم السليف بتاعتي، وبالتالي هيبقى السليف بتاعتي الدي بتاعتها بتساوي 2 دي زائد 13 من القاعده احنا خدناها اللي هي الدي الخارجي، ف 2 في احنا طبعا طلعنا قطر الشافت 8 وكسر، احنا هنشتغل على السنتي 9، يبقى 2 في 9 زائد 1.3 احنا بنشتغل بالسنتي، فهيديني 13.3، وبالتالي هيبقى الدي بتاعت الشافت 195، هناخدها 195 مللي. الطول بتاعه 3.5 الديامتر، ف 3.5 في الديامتر اللي هو 9 9 هيديني ايه 31.5 سنتي. عايزين نعمل نعمل تشيك على السترينس بتاع الموف بقى بتاعتي، فهنعملها عن طريق ايه، بنعتبر طبعا الموف بتاعتنا كما قلناها ايه هولو شافت لقطر خارجي دي قطر داخلي دي صغيره، فهيبقى التورك بتاعه يساوي باي في التاو على 16 مضروبه في الدي اس 4 على دي اس 4 على دي. هعوض في المعادله دي، عندي هجيب منها الشير اللي هو ممكن يتولد فيها نتيجة الأبعاد اللي احنا حسبناها، هيطلع ب 26.8 من عشرة. نلاحظ ان 26.8 من عشرة دي اقل من البرميسبل شير ستريس اللي هو قال لي بتاعت الكاست اللي 150، يبقى اذا معنى كده ايه الديزاين بتاعي سيف. لو الرقم لو انا حسبت هرجع تاني للصوره اللي قبل كده، لو انا الرقم بتاعت التاو دي اللي حسبتها دي اللي هي طلعت 26.8 من عشرة دي طلعت اكبر من البرميسبل ستريس او الاولبل ستريس الشير الاول شير ستريس، طبعا هيبقى هنا الالتزام بتاعي مش مظبوط، ابتدي ازود في ايه في الدي الخارجيه، وازود في اللينس بتاعي بشرط ان انا اوصل للايه دي، ازود في الدي الخارجيه علشان اوصل لان التاو بتاعتي تبقى تقل، لان طبعا احنا لما ازود في الدي الخارجيه اللي هي دي كابيتال في المعادله اللي قدام اللي هي بتاعت التاو تساوي 16 تي في دي على باي في دي اس 4 على دي اس 4، هلاحظ ان الدي هنا هو في دي هنا في المعادله دي في البسط دي وفي المقام دي اس 3، لو الدي بتاعتي دي زودتها فدي اس دي اس 4 اسف، معنى كده ان هي التاو بتتناسب مع 1 على دي اس 3، يعني دي اس 3 دي كل ما هكبرها كل ما قيمه التاو تزيد. اسف كل ما كبر كل ما التاو تقل، وبالتالي لو القيمه اللي هي 26.8 دي طلعت برقم كبير، كانت رقم كبير اكبر من 150، ففي هذه الحاله لازم ازود الدي كابيتال اللي هو القطر الخارجي بتاع الموف علشان اوصل ان الاجهاد اللي تولد فيها يكون هو بيساوي الاجهاد بتاع ايه الديزاين ستريس اللي هو ايه بتاع الماتيريال بتاعتي، ودي نقطه مهمه ناخد ايه بالنا منها. لكن طبعا طلعت عندنا ان هي ايه اقل من الشير ستريس، وبالتالي الديزاين بتاعي ايه كان سيف. اكمل الديزاين بتاعي، فلازم اصمم بقى الخابور اللي هيركب. اتفقنا ان الخابور هنجيب من التيبلز بتاعت الخوابير اللي احنا خدناها قبل كده، فالويدس بتاعه والثيكنس بتاعه بالنسبه لشافت 90 ملم، هلاقي ان الويدس بتاعه هيبقى 28 يعني 2.8 سم، وال السكس بتاعه والهايت بتاعه 16 او اللي هي 1.6 سنتي متر، وبعدين هجيب اللينس بتاعه لينس اوف كي ان اتش كيس بيساوي ال على 2 بيساوي 31.5 على 2 تديني 15.75% سنتي متر. لاحظ حاجه، انا هنا واخد الطول بتاع الكي نص الطول بتاع السليف، لان انا زي ما اتفقنا ان الخابور الجزء اللي شغال منه هو الجزء اللي بين السليف وبين الاعمده، نصه نص الخابور نص السليف، فهتبقى بين الانبوت شافت او الدرايفر مع السليف، والنص الثاني بين السليف مع الدريفن شافت، وبالتالي فانا بشتغل على طول الخابور على اساس انه نص الطول، يبقى نص الطول اللي احنا حسبناه قبل كده لو كان 31.5 هيبقى دين 15.75. هنا في هذه الحاله لازم اعمل تشيك بقى على الايه على كراشنج وعلى الشير ستريس للايه للخابور عشان اشوف هل هذا الطول سيف بالنسبه ليا او لا. بالنسبه للشير انا عندي تي بتساوي ال في دبليو في تاو في دي على 2، هطبق في هذه المعادله، معنى كده ان الشير بتاعي بيساوي 2 تاو ماكسيمم على ال في دبليو في دي، هيطلع لي
ان التاو بتاعتي ب 187.7 كيلو بوند على السنتيمتر سكوير، ده الشير ستريس. وبالنسبه للكراشنج ال في تي على 2 في سيجما سي في دي على 2، دي اللي هي سيجما كراشنج، دي كراشنج ستريس، هيطلع لي ب 657. لاحظ ان 657 دي اقل من 800، وال 187 دي اقل من القيمه ده اللي هي كانت 300. وبالتالي since the indicated shear and crushing stress are less than the permissible stresses، لان احنا زي ما شايفين اهو الشير ستريس 187 وهو بتاع الماتيريال بتاع الكي كانت بكام؟ ب 300، والكراشنج ستريس 657 وهي بالنسبه للكي ب 800، بالنسبه للماتيريال بتاعت الكي يعني ب 800. واذا القيم دي اقل، القيم اللي هتتولد اقل من البرميسبل، اقل من المسموح بيها، يبقى اذا الديزاين بتاعي سيف. وبكده يبقى احنا صممنا السليف كابلنج. هنتكلم دلوقتي على النوع الثاني من الريجيد كابلنجز اللي هو الكلامب او الكومبريسيف كابلنج. والكلامب او الكومبريسيف او اللي هو الكومبريسيف كابلنج ده زيه زي الموف كابلنج بالظبط للسليف كابلنج، مع اختلاف واحد، ان في حاله السليف كابلنج عباره عن جلبه يعني مقطعها دائري ليها قطر داخلي وقطر خارجي ليها طول معين، بتخش بين العمودين، بتبقى موجوده بين العمودين، وفي خابور او خابورين بيوصلوا بين العمودين والسليف عشان ينقل الحركه. ده بالنسبه للسليف كابلنج او الموف كابلنج. بالنسبه للكلامب كابلنج، الكلامب كابلنج هو نفس السليف كابلنج، ولكن بعمل انا مكان السليف ده هي اللي هي مكان الجزء الاسطواني بعملها نصين، تبقى نصين بشفه، يعني بعمل نص، بجيب اسطوانه جزء اسطواني بس مقطوع نصين، وبالتالي كل نص من الاثنين دول لو اتربطوا مع بعض بمسامير هيكون لي اسطوانه، وده اللي هو احنا بنسميه اللي هو الايه الكلامب كابلنج. الكلامب كابلنج هو عباره عن نصين، نص اسطوانتين بيركبوا على بعض بينهم العمودين، وبيتحط خابور بين الاثنين، خوابير بين الاثنين، وبعد كده بربط على الجزئين دول، بربطهم مع بعض بواسطه ايه مسامير. عشان نشوف التصميم بتاعه، الرسم اللي قدام ده هيوضح لي هذا الكلام. ادي عمودين، عمود بامبا وعمود احمر اهم، وفيهم المجرى بتاعه الخابور اللي هي من فوق دهيا اللي هي بالخط الايه المنقط، باينه في الايه في الفيجن في السايد فيو. باجي اركب عليها النصين دول، والنصين دول بيبقوا فيهم تجويف، تجويفات اهو زي الواضح قدامنا كده، نص من فوق ونص من تحت، بس فيه تجويفات على الطول بتاعه اهو، مثلا يعني باينه مثلا في الفيجن اللي على الايد الشمال في تجويفين. التجويفين دول بيسمحوا ان انا احط، ممكن احط هنا ايه فيهم مسمارين، وبالتالي يبقى السليف ده هنا يبقى فيها اربع مسامير، مسمارين من الناحيه دي، مسمارين من ايه من الناحيه الخلفيه، بشرط ان هم ايه يثبتوا الايه الجزئين بتوع السليف، تو هافز بتوع السليف مع بعض عن طريق جوايط او مسامير زي اللي احنا شايفينه اهو. يعني المقطع ده هو مثلا اهو موضح لي ادي في مسمارين مستخدمين عشان اربط بيهم بين التو هافز بتوع السليف، وادي وضعهم في المسقط الايه التاني. وبعدين بركب ايه، طبعا في الاول بيركب الخابور، وبعد كده بيروح داخل بعديهم الايه المسامير. وبالتالي هو عباره عن عمودين، العمودين دول بروح حاطط في وسطهم الخابور، واروح حاطط النص الفوقاني والنص التحتاني واربط عليهم بايه بالمسامير. اصبح دلوقتي لو العمود اللي على الشمال مثلا اللي هو البامبا ده كان هو الدرايفر، هيبتدي يتحرك، ينقل الحركه، ينقل الحركه منه الى السليف، ومن السليف الى عن طريق الخابور طبعا، ومن من السليف الى الدريفن اللي هو العمود الاحمر على ايد اليمين عن طريق برضو الخابور، والحركه تتنقل لي بهذه الايه الطريقه. اللي اتقال على السليف كابلنج يتقال على الكلامب كابلنج من حيث التصميم، ان نص الخابور او نص طول السليف هو اللي بينقل الباور من الدرايفر للسليف، ونص الخابور الثاني هو اللي بينقل الباور من السليف الى الدريفن شافت. الاجزاء اهي، ادي الموف اهي، اول حاجه من فوق على ايدنا الشمال الموف، والشافت الاولاني والشافت الثاني موجودين ظاهرين قدامي هما، وادي الستادز او البولتس اللي هو بيستخدمهم في عمليه الربط، ودي الاجزاء الرئيسيه بالاضافه للكي طبعا، دي الاجزاء الرئيسيه اللي بيتكون منها الكلامب كابلنج.
في بعض النقط لابد ان احنا ناخدها في الاعتبار. هنشوف هذه النقط. اول حاجه the two halves are fixed together by either bolts by either bolts or studs. يعني النصين بتوع الاستيب دول بربطهم بمسامير، هما نصين بيركبوا على بعض بينهم الخبور وبينهم العمودين، يعني موجود عندي العمودين فوقهم الخبور، بحط النص الفوقاني والنص التحتاني اشبط فيهم المسامير بتاعتي. المسامير دي اما بتبقى بولتس يعني ثرو بولت، او بتبقى ستادز يعني ايه جوايط. دي اول حاجه. الموف دي برضه بتتعمل من كاست ايرن زيها زي حاله الايه السليف كابلنج، يعني الكلامب هنا برضه دي برضه بتتعمل من الايه من الكاست ايرن. بيستخدم تالت حاجه بيستخدم سنجل كي از فيتد دايركتلي ان ذا كي ويز اوف بوث ذا شافتس. يبقى اذا ايه في خابور واحد بيستخدم لنقل الحركه، لكن نصه او جزء منه جزء من هذا الخابور بطول نص السليف هو اللي بينقل الحركه من الدرايفر، ونصه او نص او جزء منه بطول نص السليف بينقل الحركه من السليف للايه للدريفن شافت. بنستخدم عدد من المسامير اما 2 او 4 او 6، ده بيتوقف حسب طول في الاتجاه الطولي طول السليف. والله لو كانت كبيره هستخدم مثلا 4 مسامير او 6، لو كانت صغيره قوي ممكن استخدم مسمورين، يعني مسمار من الشمال ومسمار من اليمين، او مسمار من قدام ومسمار من ورا. يقوم لي بالغرض بهدف ان هو بيجمع لي الاثنين على بعض عشان اقدر انقل الحركه. في تصميم الكلامب كابلنج بنعمل عمليه انشورنس او سيفتي، بشرط ان احنا بنعمل النقطه دي جوه جروفز، يعني بنعمل ريسيس في الشافت في الكلامبس دي او في النصين دول علشان اركب فيهم المسامير وال النتس، بشرط ان هي ما تبقاش ظاهره عشان دي عمليه الايه الامان. وده عاده برضو لازم نبقى عارفينه بيستخدم في حاله الايه الهيفي ديوتي، يعني اثناء القدرات الايه الكبيره. هذا النوع من الكابلنج اللي هو الكلامب كابلنج ده فيه ليه ميزه مهمه جدا جدا جدا، وهو ان هو نتيجه ان هو بيتكون من جزئين، فانا ممكن يبقوا العمودين موجودين عندي ما بحتاجش ان انا احرك الاعمده عشان اعمل عمليه الفك والتركيب، بعكس في حاله السليف كابلنج لو انا عايز افك واشيل السليف دي اغيرها مثلا لازم احرك عمود من الاعمده عشان اقدر اطلع الجلبه الاسطوانيه او السليف بتاعتي. لكن في الحاله بتاعتنا دي هما نصين، مجرد ما افك المسامير اقدر ارفع النص التحتاني والنص الفوقاني واقدر اغير المسامير. الابعاد بتاعت السليف كابلنج هي نفسها ابعاد الكلامب كابلنج، يعني الكلامب كابلنج عشان اصممه هو ليها نفس الابعاد بتاعت الايه السليف كابلنج. وبالتالي يبقى احنا عرفنا اول حاجه ان التايبس this type of coupling has the advantage that the shafts need not be moved in assembly or disassembly of the coupling. تاني حاجه the dimension of this type can be determined from the following relation. ايه الريليشن اللي احنا بنستخدمها؟ اول حاجه بالنسبه للشافت، الشافت عشان اصممه كتصميم اي شافت زي ما كان درسنا في تصميم الشافت، الشافت بيصمم اما على نظريه ماكسيمم شير ثيوري او ماكسيمم نورمال ستريس ثيوري. اكوردنج لاي نظريه من دول ممكن اصمم ايه العمود ايه بتاعي واقدر اجيب منه الديامتر. دي اول حاجه. تاني حاجه الديامتر اوف موف سليف اللي هو القطر الخارجي اللي هو دي كابيتال، طبعا ده بنجيبها من العلاقه اللي احنا استخدمناها قبل كده برضو في حاله السليف كابلنج اللي هي دي كابيتال بتساوي 2 دي سمول زائد 13، حيث دي سمول ده اللي هو القطر الداخلي للكلامب كابلنج او هو قطر العمود اللي عندي. والطول بتاعه برضو 3.5 الايه الديامتر الداخلي. ده بالنسبه للايه للسليف او هو نفسه بالنسبه للكلامب ايه كابلنج. however رغم هذا it is important to note that the power is transmitted from one shaft to the other by means of key and friction. يعني هنا لان لما بحط النصين على بعض واربطهم بالمسامير الخابور هينقل الباور، بالاضافه لكده هيحصل في احتكاك نتيجه الربط التايتنينج
بتاع المسامير بتاعة النصين على بعض، فبيعملوا احتكاك بين السطح بتاع الشافتس مع السطح بتاع الايه النصين بتوع الايه الكلامب كابلنج. From one shaft يبقى الباور ترانسميتد from one shaft to the other by means of key and friction between the mill and the shaft. In designing this type of coupling, the following procedure may be adopted. يعني في شوية حاجات لازم ناخد بالنا منها. Design of move and key. ازاي يعني عشان نعمل عملية التصميم للايه للكي والموف. Design of both move and key can be carried out as illustrated before. يعني بالظبط زيها زي في حالة الايه اللي قدام ده، احنا بنقوله بنكرره تاني، زي في حالة الايه يعني الكلامب هو نفسه بتاع الموف، والكلامب كابلنج زي الموف كابلنج، والكي هو طبعا تصميمه عادي في اي ايه وضع احنا بنحتاجه فيه. يعني الكي بيتصمم طبعا على الكراشنج وعلى الشيل ستريس. تاني حاجه بالنسبه للكلامب بولتس بقى، دي هي الزياده او الاضافه اللي هي الكلامب بولتس. فدي احنا بنصممها لو احنا اعتبرنا ان الطوق اللي هيتنقل هو تي والديامتر اوف شافت دي، خد بالك هنا الديامتر اوف شافت دي كبيره، ودي بي الروت or effective diameter of bolt اللي هو دي بولت يعني، وان النمبر اوف بولت، وسيجما تي بيرميسبل تنسايل سترينس اوف بولت ماتيريال، وكوفيشن فريكشن هنسميه ميو، واللينس اوف موف هنسميه ال. دي البارامترز اللي احنا ايه هنتعامل بيها. فهلاقي هلاحظ حاجه، الفورس اللي هتظهر في البولت هي عباره عن ايه؟ الاريا اوف بولت في التنسايل ستريس. يعني انا لما هاجي هربط المسامير بتايتنج فورس هيحصل فيه تنسايل سترينس، هذه السترينس يبقى الفورس بتاعت التايتنج اف عباره عن السترينس مضروب في الايه في الاريا بتاعت الايه المسمار، وبالتالي الاف دي بتساوي باي دي اس باي دي تربيع على 4 مضروب في السيجما ايه تنسايل. The force exerted by the bolts on each side of the shaft. يعني لاحظ ان القوه دي بتبقى ناتجه على في كل مسمار، وانا الشافت هتلاقي عند اي سكشن فيها هتلاقي فيه مسمار من قدام ومسمار من ورا، او مسمار من يمين ومسمار من الشمال، وبالتالي على الناحيتين الشافت هيبقى فيه ايه هذه القوه المؤثره، وبالتالي هيبقى اف بتساوي باي دي اس 4 في سيجما تانجنشال في ان على 2، حيث ان عدد المسامير لان دي القوه اللي بتاثر على العمود، وبالتالي القوة اف دي اللي هي جوه المربع الاحمر ده، دي القوة اللي هتنتج على السكشن الواحد يعني من المسمارين، فبتساوي عدد المسامير على 2. يعني انا مثلا دلوقتي لو انا عندي كلامب كابلنج فيه 6 مسامير، معناها انهم موجودين في 3 سكشنز كل 2 قصاد بعض، يبقى في 3 سكشنز عليهم كده، اي سكشن من دول قيمة الفورس المتولدة فيه هي عبارة عن الفورس في ان على 2، ان اللي هم عدد المسامير 6، لو قسمتهم على 2 هيديني ايه؟ 3. يبقى اذا ايه الفورس دي لما اضربها في الثلاثة هتديني التوتال فورس اللي مأثرة فين في الايه في في العمود بالكامل. لو اعتبرنا بيه ده هو البريشر اللي هينشأ بين الموف وبين الموف او بين الكلامب يعني وبين الشافت نتيجة التايتنج فورس، اليونيفورم بريشر ده ممكن نجيبه من العلاقه ان بيساوي الفورس اللي هي المقسومه على البروجكتد اريا. طبعا الفورس هي الفورس الكليه اللي على الموف كلها، والبروجكت اريا بتاعت البروجكت اريا كلها. طب الفورس الكليه اللي هي ايه؟ اللي باي دي اس باي على 4 دي تربيع اللي هي دي بولت في السيجما تنسايل بتاعت البولت في ان على 2، لان قلنا هيبقى النمبر اوف سيكشنز اللي هو لان كل سيكشن فيه مسمارين كويس، والمساحه البروجكت اريا هي الطول بتاعت الموف في الديامتر مقسومة على 2، دي اللي هي الايه البريشر اللي هيتولد، وبالتالي هيبقى الفريكشنال فورس بتوين الشافت اند موف هو اف بتساوي ميو في البريشر في الاريا. الميو اللي هو الكوفيشن فريكشن، البريشر بي اللي هو احنا جبناه قبل كده، والاريا بتاعتي اللي هي باي في دي في ال في باي على 2. طبعا اللي على 2 دي نتيجه ان انا ايه اللي هي في نص الايه اللينس بتاع الايه بتاع الموف اللي هو اللي بيتنقل بيه الايه الحركه. هنعوض هذه القيم بقيمه البي اللي هي في المربع الاصفر اللي فوقاني، هنعوضها في المعادله بتاعت الاف فريكشن، هديني المعادله بتاعت الاف فريكشن اللي هي الايه اللي قدامنا دي.
وبالتالي التورك اللي هينشأ من هذه القوة الفريكشنال فورس دي هي التورك اللي هينشأ نتيجة الفريكشنال التورك اللي هي هينشأ نتيجة الفريكشنال فورس. هي الفريكشنال فورس مضروبة في دي على 2 زي المعادلة اللي ايه اللي ظاهرة تحت ايه قدامي دلوقتي. وبالتالي هيبقى التورك باي تربيع على 16 نيو في دي تربيع بولت في سيجما تي في ان في دي. من هذه المعادلة نلاحظ شوية حاجات. أول حاجة the root diameter of the bolt can be evaluated، يعني احنا من هذه المعادلة لو أنا عندي التورك أنا ممكن أحسب الـ AB لأن معامل احتكاك لازم يكون عندي، واحنا بنفرضه في حدود إيه 3 من 10، أو the value of question friction mu can be taken as 0.3 for the normal design conditions. وبالتالي فيبقى عندي الماتيريال عندي السيجما تي بتاعتها. عدد المسامير اللي انا هفرضها مثلا 6 او 4 او 2 حسب طول الكلامب بتاعتي، ودي اللي هو دي شافت، وبالتالي انا من دي ممكن احسب الدي بولت اللي انا ايه عايزها.